حاج عامر، برضو سؤال كنت عايز اسأله لحضرتك، هو ليه القرعة اتعملت قبل بداية الدوري بأسبوع؟ يعني حضراتكم أعلنتوا إن القرعة يعني هتتعمل قبل بداية الدوري اللي هي اتعملت دي، ليه اتعملت قبلها بأسبوع؟ ما اتعملتش قبل الدوري بشهر مثلا؟ الدوري المنتزل الحالي؟ الدوري الممتاز الحالي اللي بدأ الثلاث جولات اللي اتلعبوا. أنا بس كان السؤال ده لأن أنا كنت دايما بحط علامة استفهام على هذا الأمر، لماذا تم تحديد القرعة قبل القرعة بتبقى بين الرابطة موجودة ومع الشركة الراعية، بيشوف الوقت المناسب، لأن خلاص دلوقتي حضرتك الكورة ما بقتش يعني زي زمان، أو ما أنا مجمع الأندية وأعمل القرعة وخلاص، لا، الشركة الراعية ليها دور طبعا. طبعا بيشوف الوقت المناسب، بتتنقل على الهواء مباشرة، فبالتالي الأمور هم بيشوفوا الوقت المناسب. كان في بعض الأمور الرابطة مشغول بيها، والحاجة النائب أحمد دياب عامل مجهود كبير جدا جدا طبعا طبعا، محدش حاسس بيه، إن في ارتباطات كتيرة للأندية، فكل الأندية ليها طلبات عند الرابطة، وهو قايم بدور كبير من نواحي التنسيق مع الشركة الراعية. ولازم برضو نشيد بالشركة الراعية، لأن إحنا من 2011 لو الشركة الراعية دي ما عملتش المجهود ودخلت في كرة القدم في الوقت دوت، كان هيبقى عندنا كلها هتبقى عندها مشكلة كبيرة جدا. صحيح صحيح. لأن الفلوس اللي الأندية بتحتاجها الحقيقة الشركة الراعية موفرة مبلغ كبير. اكتر يعني اخذت مخاطره ودخلت في الموضوع دوت، يمكن دلوقتي ممكن تعوض الخسائر اللي ممكن تكون حصلت خلال الفتره اللي فاتت. صحيح صحيح، الامور بتتطور، مباراه السوبر بتعوض بعض الامور بالجماهيريه بتاعت مباراه السوبر. طب بمناسبه مباراه السوبر يا حاج عامر، مباراه السوبر القادمه هل تم تحديد موعد او تقريبي موعد تقريبي؟ طبعا لا 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 خالص، لا لسه ما حددتش، لان احنا يا دوبك الموسم بتاعنا ينتهي زي ما قلت لحضرتك. يمكن الظرف الطارئ اللي حصل دوت اظن ان احنا نعديه باقل الخسائر. طبعا اننا المفاتيح اللي انا ربنا يعني اكرمني وحلتها بيها، ده مكان ده ومكان ده عشان ما اقربش للجدول. لان دايما لازمه نادي ان احنا ننزل الجدول كامل، لما نزلنا 29 جوله لما بتحصل حاجه طارئه الجدول بيبقى عباره عن سلسله، فعشان تحصل حاجه طارئه بتضطر تغير الجدول كله. مظبوط. طيب برضه يا حاج عامر، كاس العالم هل هناك اعتراض على هذا الامر؟ يعني انا واحد من الناس اللي كنت دايما ببقى معترض على هذا الامر الحقيقه، انه ليه تلعب في وقت كاس العالم؟ هل الفيفا له راي في هذا الامر؟ لانه كان الكلام ده بيتقال رايح جاي يعني. لا، ان كاس العالم طبعا الاجنده تبدا من يوم 14 الشهر ده، فبالتالي انك انت بتاخد اكتر من 35 40 يوم، لو اخدت 35 40 يوم حضرتك حطهم بقى على نهايه الدوري، يعني احنا هنخلص شهر 6، يبقى هتخلص على شهر 8، يبقى برضو رجعت كما كنت، هتخش في مشكلتين. دي نمره واحد. نمره اثنين، احنا ما عندناش الا اثنين لعيبه اللي هيلعبوا في كاس العالم، فمش ممكن كل الانديه ديت هتقعد تتفرج عشان اثنين لعيبه موجودين في كاس العالم. نمره ثلاثه، انا بقدر الامكان راعي في الجدول، اول حاجه المباريات المهمه التوقيتات بتاعه كاس العالم بيلعبوا الساعه 12 و3 و6 و9، فلو جيت حطيت مباريات حطيت مباراه الساعه 5 عشان يروح يعني الناس تتحرم من تايم واحد بس. وفي مباراه ما لهاش الجماهيريه بتاعه الجمهور المصري اللي انا عارفه بيحب يتفرج. مش برازيل عليك. مش ارجنتين مش كرواتيا مش قصدي مش بلجيكا كده يعني. تمام. وبعدين استغليت يا كابتن اسلام كل بين الادوار، الايام اللي بين الادوار اللي هي فيها راحه لكاس العالم، وزودت فيها عدد المباريات. وبعدين اخذت كمان المواعيد، احنا عندنا ما فيش الا منتخب تونس اللي فيه اللعيبه، فمنتخب تونس يلعب يوم 22 و26 و30. فبالتالي الانديه مش هتتحرم كتير، طبعا اتمنى لتونس التوفيق طبعا ان هم يكملوا. طبعا. انما تتكلم انت برضو زي الناس كلها بتلعب على التوقع في الملعب. فانا برضو كنت بلعب على التوقع في الجدول. فممكن الانديه ما تتحرمش من اللعيبه بتاعتها. الا مباراه او مباراتين يعني.